وبيجينا على العيادة الهضمية كداخلية هضمية، يعني مرضى فوق 13 سنة غالبا بيكونوا مشخصين. داء ويلسون وراثي هو سببه تراكم زائد للنحاس في الكبد وفي أنسجة ثانية خاصة النوى القاعدية للدماغ. النحاس بالوضع الطبيعي يقوم الكبد بإفرازه مع الصفراء، هذا الطريق يعني إطراح النحاس هو كبدي، فبسبب خلل وراثي ما بتهمنا تفاصيله تحصل إعاقة لطرح النحاس الفائض مع الصفراء، وبالتالي بيتراكم النحاس أولا في النسيج الكبدي وممكن يطوف من الكبد إلى أنسجة أخرى، بيعمل مشاكل مثل انحلال الدم، مثل مشاكل في أنبوب الكلية، بيترسب حول قزحية العين بيعمل حلقة كايزر فلايشر المميزة، بيترسب بالجهاز العصبي وبيعمل أعراض عصبية ونفسية أيضا مميزة. داء ويلسون في مراجع بتسميه التنكس الكبدي العدسي. العدسي المقصود فيه النواة العدسية من النواة القاعدية للدماغ. إذا داء ويلسون هو سبب تراكم زائد للنحاس في الكبد بسبب إعاقة إطراحه إلى الصفراء. تظاهراته الأساسية عصبية وكبدية. هاي شكل ترسيمي، شايفين ويلسون بالبنفسجي وبالأزرق جنبه كاتبين هيباتو لنتيكولار ديجينيريشن، يعني التنكس الكبدي العدسي. عنا الطفرة اسمها ATP7B ما بتهمنا، تحصل إعاقة في طرح النحاس إلى الصفراء، وبالتالي هاي السيو أو النحاس متراكم في الكبد. شيوع هون على الصورة إلى اليسار شيوع متماثل عند كلا الجنسين، وهون هاي النواة القاعدية في الدماغ وتحديدا النواة العدسية بيتراكم فيها النحاس. النواة القاعدية بتاخدوها بالعصبية مسؤولة عن جهاز الحركة خارج الهرمي. الجهاز الهرمي هو قشر المخ، والنواة القاعدية هو الجهاز خارج الهرمي، فإصابته بتعمل أعراض تشبه داء باركنسون يلي بتاخدوه بالعصبية. أعراض باركنسونية يلي هي الرعاش عند الحركة، ارتجاف اليدين، ممكن تعمل أعراض عصبية تانية مثل الرنح، مثل اضطراب الشخصية، أعراض نفسية مثل الاكتئاب. حاطين الصورة كمان هون العين في حلقة مميزة، رح نحط لها صورة حقيقية، حلقة تايسر فلايشر اسمها. هاي بيكشفها طبيب العينية بمنظار خاص اسمه سليت لام، حلقة مميزة وتساعد على تشخيص المرض. هون نقص السيرولوبلازمين. السيرولوبلازمين هو البروتين الرابط للنحاس في الدم. فمن علامات ومظاهر تشخيص داء ويلسون أن يكون مستوى بروتين السيرولوبلازمين في المصل منخفض. الإصابة على مستوى الكبد، نحن دائما بنقول ما نميز إصابة الكبد هل هي ركودية ولا نخر خلايا كبدية. في داء ويلسون الإصابة نخر في الخلايا الكبدية، ما هو مرض ركودي صفراوية أبدا. إصابة الهيباتوسايت قد تكون حادة وقد تكون مزمنة، ممكن يجينا بقصور كبدي حاد، ممكن يكون داء ويلسون عم يتطور على البطيء شوي شوي حتى يصل إلى تشمع كبد، وغالبا بيتم التشخيص عند الأطفال. طفل عنده أبو صفار أو إجابي أعراض عصبية مثل تراجع الأداء الدراسي مثل اضطراب في المشي مثل الرعاش، يعني أعراض عصبية مع أعراض كبدية يتم تشخيص داء ويلسون. إذا أبو صفار يعني أو التهاب كبد عند الأطفال، طبعا أول شيء دائما بنشك بالفيروسات عند الأطفال مع أعراض عصبية مرافقة أو مع قصة عائلية بنشك بداء ويلسون. المرض اللي راح ناخده بعده داء الصباغ الدموي ما بنشوفه عند الأطفال. إذا داء ويلسون إصابة كبدية حادة أو مزمنة مع أعراض عصبية وغالبا عند الأطفال وغالبا مع وجود قصة عائلية بنشك بالمرض. تراكم النحاس خارج النسيج الكبدي عم يعمل عنا مجموعة من التظاهرات. أهم شيء على الإطلاق هي التظاهرات العصبية، اضطراب المشي أو الرعاش، الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب. هذا بتاخدوه بالطب النفسي، ثنائي القطب يعني أوقات المريض عنده جمود وأوقات عنده هوس وفرط نشاط. وممكن النحاس اللي سمي على الكريات الحمراء يعمل لنا انحلال
في الكريات الحمر فقر دم انحلالي على مستوى الكلية. أيضا تأخذوها بالتفصيل بمادة الكلية. إحنا عنا الكلية عبارة عن نفرونات. النفرون عبارة عن كبيبة يتم فيها تصفية الدم، وعنا أنبوب قريب وبعيد. في داء ويلسون بتصير عنا الإصابة على مستوى الأنبوب القريب. هاي بنسميها متلازمة فانكوني. بتم فيها طرح للسكر وطرح للفوسفور والكالسيوم. بصير في نقص بعدة شوارد. الحماض الأنبوبي الكلوي هو يعني حماض جهازي، كيمياء الجسم بتكون حامضية بسبب فشل الكلية في يعني الحفاظ على توازن الجسم. خلل في أنبوب الكلية في النفرونات، الكلية بتساهم بالحماض والقلاء. فلما بيكون خلل على مستوى نفرونات الكلية هذا بنسميه حماض أنبوبي كلوي. له أنماط متعددة بتدرسوها في مادة الكلية. النحاس ممكن يعمل مشكلتين بالنسبة للعين، حول العدسة، حول القزحية عفوا، حلقة كايسر فلايشر، هاي ما بتأثر على حدة البصر. أما إذا تراكم النحاس في عدسة العين نفسها بيعمل لنا داء الساد أو المي البيضة بالعمية بنسميه، وهذا يؤثر. الكبدية هي التظاهرات العصبية والنفسية. هو الترسيمي، إذا بالكلية يصاب الأنبوب القريب، ممكن حتى تراكم النحاس في عضلة القلب، بتفقد عضلة القلب مرونتها وبيصير شيء اسمه اعتلال عضلي قلبية تحددي. المقصود فيه سوء الوظيفة الانبساطية لعضلة القلب بسبب فقد مرونتها، لأن الألياف المرنة تراكم فيها شوارد النحاس. وفي العين هالحلقة الصفراء هون حول القزحية بنسميها حلقة كايسر فلايشر. في الجهاز العصبي أعراض عصبية ونفسية واسعة، وهون بالدم انحلال الدم بسبب سمية الكريات الحمراء. وأيضا ممكن يأثر على المفاصل ويعمل لنا التهاب مفاصل أو مسمين نقرس الكاذب. على مستوى الكبد ممكن يجينا المريض بضخامة كبدية، ممكن يجينا بالتهاب كبد حاد صاعد، وممكن بالتهاب كبد مزمن مترقي. تقريبا نفس الصور السريرية المحتملة لالتهاب الكبد المناعي الذاتي، يعني إصابة حادة أو مزمنة في أعمار صغيرة. هاي حلقة كايسر فلايشر، هون القزحية لونها أزرق، وهالحلقة الصفراء حواليها. هاي بنشوفها مع داء ويلسون، ممكن نشوفها مع أمراض الكبد الركودية كلها، يعني ماي نوعية 100% لداء ويلسون. التشخيص في عنا ثلاث تحاليل أو ثلاث شغلات بنطلبهم. نحن عم ندرس مشكلة كبدية غالبا عن طفل عنده قصة عائلية أو أعراض عصبية، فنحن بنطلب ثلاث شغلات غير وظائف الكبد. نطلب السيرولوبلازمين المصل، ولازم يكون منخفض، البروتين الرابط للنحاس، وبنطلب جمع بول 24 ساعة مشان معايرة كمية النحاس في بول يوم كامل، فبيكون مرتفع. إذا النحاس البول مرتفع والبروتين الرابط للنحاس بيكون منخفض. وثالث شغلة بنطلب استشارة عينية لفحص العين بالمنظار الشقي، هذا منظار خاص عن طبيب العينية، بيكشف لنا حلقة كايسر فلايشر. والاختبار الحاسم طبعا غير موجود عنا، أني ناخذ خزعة كبد ويتم تجفيف النسيج الكبدي وقياس نسبة وزن النحاس إلى النسيج الكبدي. مثلا تركيز النحاس بيقول لك أكثر من 60 ميكروغرام في كل جرام من النسيج الكبدي الجاف. هون بيكون حسم بشكل أكيد أني في عنا فائض من النحاس في النسيج الكبدي. إذا شك سريري إصابة كبدية حادة أو مزمنة في عمر صغير مع وجود أعراض عصبية أو قصة عائلية لمرض كبدي، نطلب سيرولوبلازمين المصل بيكون منخفض، ونحاس بول 24 ساعة بيكون مرتفع، واستشارة عينية لتحري حلقة كايسر فلايشر. العلاج
نحفظ كلمة واحدة لعلاج داء ويلسون هي الديبنسلامين. نستخدم أدوية خالبة أو أدوية رابطة للنحاس، تربط النحاس بتحيده وبتنطرح معه في البول. قديما كان دواء الديبنسلامين هو الوحيد اللي ما يزال متوفر عنا ببلدنا. في أدوية حديثة ما هي موجودة عنا، في دواء اسمه تراينيتين وفي دواء اسمه تتراثيوموليبديت. هاي أدوية حديثة من رابطات النحاس. الديبنسلامين ممكن في بداية استخدامه يفاقم الأعراض العصبية، فإذا كانت الأعراض العصبية صارخة يفضل استخدام التراينيتين، غير موجود عندنا للأسف. سواء استخدمنا الديبنسلامين أو التراينيتين دائما يعطى الزنك. الزنك ليس طارح للنحاس ولكن يتنافس مع النحاس، يعيق امتصاص النحاس على مستوى الأمعاء وبالتالي يساهم في منع تراكم المزيد والمزيد من النحاس، فيعطى في جميع المراحل. في المراحل الباكرة إذا شخصنا المرض، عملنا كشف للعائلة وشخصناه بسن مبكرة وكان إسا ما في عنا إصابة كبدية ولا عصبية، قد يكون الزنك هو العلاج الكافي. إذا الزنك دائما يعطى وغالبا نحتاج نوصف مع ديبنسلامين. بشكل عام انذار داء ويلسون سيء لاني غالبا لا يشخص الا في مراحل متقدمه، ممكن الاعراض العصبيه تكون غير عكوسه، واذا فشل الكبد بتعرفوا دائما بنحاول نعمل عمليه زرع للمريض. هاي كل شيء عن داء ويلسون. اذا باختصار داء ويلسون تراكم زائد للنحاس بسبب اعاقه طرحه بالصفراء بيعمل لنا تظاهرات كبديه وعصبيه، تظاهرات أخرى كثيرة. بنطلب سيرولوبلازمين المصل، نحاسبه 24 ساعة وفحص للعين والعلاج بالديبنسلامين. طيب نمشي على المرض الثاني. ايه دكتور معي دكتور. يا رب. داء ويلسون يعني بصراحة من 6 سنين لهلق شغل بالهضمية شايف حوالي 15-20 حالة تقريبا، وغالبا عم يجينا مشخص غالبا بشخصه طبيب أطفال، فهو مرض نادر. داء الصباغ الدموي البدئي ما شفته غير مرة واحدة فقط، مع أني عملت بشافة عامة وبيجينا أعداد كبيرة من المرضى. وطفرة الهيموكروماتوزيس هذا المرض موجودة عند 1% من السكان في الغرب، فنحن طلبنا هالتحليل عشرات المرات وغالبا ما بيكون المرض موجود. من الأمراض المزمنة بعد الفيروسات أكثر شيء عم نشوف ببلادنا التهاب الكبد المناعي الذاتي، فهذا مرض أيضا نادر لكن بهمنا نعرف عنه كام كلمة. إذا كان داء ويلسون هو تراكم زائد للنحاس، فداء الصباغ الدموي هو تراكم زائد للحديد، بيخرب الكبد وبعدين بينتقل إلى أعراض أخرى، إلى أعضاء أخرى مثل المفاصل، بيعمل التهاب مفاصل. بالبنكرياس ممكن يعمل لنا داء سكري. بالقلب بيعمل اعتلال عضلي قلبي تحددي مثل داء ويلسون، وممكن يتراكم بالخصيتين يعمل عقم، أو بالجلد بيعمل بشرة برونزية. في عنا بروتين اسمه الهيبسيدين، هي الآلية شوي معقدة. هذا البروتين مثل الشرطي يعني بينظم كمية الحديد الممتصة في الأمعاء، فلما الجسم بيكتفى من الحديد يقوم الهيبسيدين بإيقاف امتصاص الحديد. لما الجسم بيكون جائع ومحتاج للحديد الهيبسيدين بخف نشاطه وبيسمح بتدفق الحديد عبر الأمعاء، فنتيجة تعطل وظيفة الهيبسيدين بيصير عندنا امتصاص زائد عن الحاجة للحديد، وقدرة الجسم على طرح الحديد محدودة، يعني الكلية عندها كفاءة تضاعف اطراحها للصوديوم او البوتاسيوم عشرات الاضعاف لكن ما عندها الكفاءة للحديد، فهالامتصاص زائد للحديد الجسم ما بيحسن يتخلص منه، فمع مرور الزمن عم يخرب الكبد.
لبينما يتراكم الحديد ويصل إلى تراكيز مرتفعة سامة للكبد، يعني بدو 20-30 سنة. فمن النادر أنه نشخص داء الصباغ الدموي البدئي قبل سن 40. داء ويلسون يعني غالبا عم شخصه قبل 30، أما داء الصباغ الدموي البدئي غالبا بعد 40. هاي شكل توضيحي. إذا عمل الهبسيدين، نشاط الهبسيدين بيعاكس نشاط امتصاص الحديد في الأمعاء. زاد الامتصاص، عفوا نقص مستوى الهبسيدين بزيد الامتصاص. الهبسيدين نشيط عم يطبط الامتصاص، عم يقوم بتنظيمه. نحن بهمنا من الآلية نعرف بس أني زيادة غير طبيعية في امتصاص الحديد من الأمعاء. في شيء عنا بس هاي جملة اعتراضية، في شيء اسمه داء صباغ دموي ثانوي. الفكرة أن قدرة الجسم على امتصاص الحديد القدرة الطبيعية محدودة جدا، وقدرة الجسم على طرح الحديد أيضا محدودة. يعني معظم الحديد يلي بجسمنا هو من إعادة تدوير الكريات الحمراء. فأخذنا مرض بمحاضرة النزف الهضمي اسمه النزف الهضمي الخفي. إذا إنسان عنده تشوه وعائي أو قرحة وعم تنزف قد حبة السمسم كل يوم، بعد شهرين ثلاثة بده يصير عنده فقر دم، لأن هالدم اللي عم بيروح عم بياخد معه حديد لا يعاد تدويره، فبيصير عند المريض فقر دم بعوز الحديد. يعني المريض يلي عنده نزف مجهري حتى لو أكل لحمة ثلاث وجبات في اليوم بده يصير عنده فقر دم. فالجسم يعني هي قدرته على امتصاص الحديد وطرح الحديد محدودة. الأشخاص يلي عندهم أمراض تتطلب نقل الحديد بشكل متكرر، مثل التلاسيميا الكبرى، مثل تليف نقي العظم، هدول بيحتاجوا نقل كيس أو اثنين أو ثلاثة دم كل 20 يوم. فبيصير تراكم الكميات هائلة من الحديد بالجسم. فبيجينا طفل عمره 5 سنوات أو 6 سنوات وعنده الفريتين 2000، الفريتين الطبيعي البروتين الخازن للحديد بيكون 250، وفوق 1000 بيعمل تليف في الكبد. فعم نشوف أرقام 2000 و2500 خلال 3-4 سنوات بس. فداء الصباغ الدموي البدئي ما بنشوفه قبل سن 40. أما الثانوي لنقل كميات كبيرة من الدم، يعني بنشوفه خلال سنة أو سنتين من نقل الدم بكميات كبيرة. بيجونا مرضى خلال سنتين أخذين 50 كيس دم، أكيد صار عندهم يعني تراكم حديد يعني أضعاف الكمية اللازمة لحتى تخرب الكبد تماما. فالحل عند هيك مرضى أن يأخذوا معاه إبر خالبة للحديد مثل الديفيروكزامين. طبعا من الخطأ الشنيع أنه يأخذ مريض دم بدون الديفيروكزامين. هاي شكل تمثيلي الكبد السليم، هيك لونه أحمر وبيكون نسيج هش. هون الكبد بزيد قساوته، بزيد تليف الكبد وبياخد لون برونزي. هاي صورة للبشرة البرونزية. إصابة الكبد، هلا كل الكلام اللاحق هو عن داء الصباغ الدموي البدئي الوراثي. فإصابة الكبد حصرا بدها تكون مزمنة، ما له هذا تظاهر حاد أو صاعق مثل داء ويلسون. ترقي تدريجي في تخرب الكبد، ارتفاع مزمن مترقي في ناقلات الأمين حتى يخرب الكبد بالكامل إذا ما لحقنا المريض. اعتلال عضلة قلبية تحددي نفس آلية داء ويلسون، عم بتزيد قساوة ألياف العضلة القلبية، فهاي بتعمل شيء بالقلبية اسمه سوء وظيفة انبساطية. عضلة القلب لا ترتخي بشكل كامل أثناء الانبساط. تراكم الحديد في غضاريف المفاصل بيعمل لنا شيء اسمه تنكس مفاصل باكر. النقرس بتعرفه هو التهاب مفاصل ببلورات حمض البول، أما الحديد بيعمل شيء اسمه نقرس كاذب. المقصود بتنكس المفاصل الباكر، تنكس المفاصل بتعرفه ألم الركبة، خاصة غضروف الركبة عن مرض خاص بالمسنين. فإذا شفنا مشكلة بغضروف الركبة عن مريض شاب عمره مثلا 40-45 سنة، هذا اسمه بريماتيور أوثيو أرثرايتيس أو تنكس مفصل بسن أبكر من المعتاد. تراكم الحديد في الجلد بيعمل هالتصبغ البرونزي، البشرة البرونزية.
وممكن ترى كان في جزر لانجرهانس في البنكرياس يعمل لنا داء سكري، وممكن يتراكم في الأقناد في الخصيتين أو المبيضين ويعمل لنا اضطرابات جنسية. هذا شكل ترسيمي لداء هيموكروماتوزيس، طفرة في جين اسمه الـ HFE، طفرة وراثية معروفة، ممكن يعمل اعتلال عضلي قلبية، ممكن يعمل مثل ما كنا شايفين رسمين تشمع كبد، وممكن يعمل تكلس في الغضاريف وتنكس في الغضاريف المفصلية. كيف منشخص داء الصباغ الدموي كسبب لمشكلة كبدية؟ منا نثبت زيادة في الحديد. دائما حديد المصل ما بنطلبه لحاله، بنطلبه مع السعة الرابطة للحديد. حاصل قسمة الحديد على السعة الرابطة، هذا اسمه نسبة الإشباع أو Transferrin Saturation. الطبيعي 20-30%، أقل من هيك نحن عنا عوز حديد. أكثر من 40% نحن عنا زيادة في إشباع الحديد، أكثر من 40 أو 50 حسب المرجع. طبعا زيادة نسبة الإشباع لحالة غير مشخصة، لكن بتدعم إن في عنا تراكم للحديد بالجسم. الفيريتين هو البروتين الخازن للحديد، نسبته الطبيعية تقريبا من 30 إلى 250 ملي جرام بالديسيلتر، فبالعادة بيكون فوق 1000 حتى يبدأ التخرب في نسيج الكبد. وعم نشوف حالات فوق 2000 عن مرضى النقل الدم المبالغ فيه. ممكن نوزن الحديد في نسيج الكبد الجاف، يعني ناخد خزعة ونجففها ونوزن الحديد. وممكن الرنين المغناطيسي ايضا يظهر ان عندنا نسيج الكبد زائد الصلابه. ممكن نعمل اختبارات جينيه لطفره اسمها C282Y على الصبغه، طبعا اسم الطفره ما تحفظوه. اهم شيء هي الصوره السريريه، وعندنا زياده اشباع الحديد وزياده الفيريتين. العلاج قلنا نحن ما عندنا مثلا مدر بول يطرح الحديد مع الكلية. أفضل طريقة للتخلص من الحديد الزائد هي التبرع بالدم. المريض بيتبرع بوحدة دم كل أسبوعين، كل 3 أسابيع، عادة لمدة سنة. طبعا الجسم لما بيتبرع بالدم رح يشكل خلايا دم جديدة، فهالشيء عم بيستهلك من الحديد المتراكم. بعد 20-30 عملية تبرع يتم التخلص من الحديد المتراكم بالكامل. بعد ما يرجع الفيريتين إلى الطبيعي، طبعا نحن عم نراقب الخضاب، المريض بيتبرع بالدم كل 2 إلى 3 شهور مرة. هذا العلاج الوحيد الفعال. أما مرضى نقل الدم، مريض مثل مريض تلاسيميا كبرى، هذا ما رح خلو يتبرع بالدم، هذا مريض بده ياخذ دم، ما رح أعطيه الدم بالإيد اليمين ونسحب الدم بالإيد اليسار. فالحل الوحيد لهيك مرضى هو إبر، أو حتى بتجي حبوب خالبة للحديد مثل دواء اسمه ديفيروكزامين. وبالتأكيد آخر الحلول الكي إذا كان عندنا فشل كبد كامل، منا نعمل للمريض زرع كبد. وهاي أهم المعلومات عن داء الصباغ الدموي. إذا زيادة امتصاص غير طبيعية للحديد، يتراكم الحديد في الكبد، بيعمل لنا إصابة حصرة بتكون مزمنة بطيئة التطور بعد سن 40. بيتراكم أيضا بالمفاصل، بيعمل تنكس مفاصل. بالبنكرياس بيعمل داء سكري، بيعمل مشاكل جنسية نتيجة التراكم في الأقناد، وأيضا بيعمل اعتلال عضلي قلبي. والعلاج بالتبرع المتكرر بالدم حتى عودة الفريتين إلى الطبيعي. المرض الثالث هلا بس زياده الحديد ببين شيء بعادات مثلا مع البراز مع البول؟ لا ما بتحلل لا بالبراز ولا بالبول، بنحلل الحديد بالدم. مو تحليل بغير عن لون البراز او لون الدم؟ لا لون لا البول البراز بيتغير لونه لما يكون في عندنا حديد، يعني نزف هضمي او حديد دوائي، بس هذا الحديد بالأنسجة ما هو مع البراز. لا بقصد مثلا مع الخالبات الحديد صرنا نصرفه لبرا
صار يبين معنا يعني اذا عم يطلع الحديد او خالبات حديد بينطرح مع البول. لا ما بيتغير لون بول. لا تمام دكتور يعطيك العافيه. طيب عاوز الالفا 1 انتي تريبسين كمان. هذا المرض بصراحه انا شفته مره واحده بس واصلا ما موجود عندكم المقرر، بس هذا بدنا نعرف عنه اهم كلمه ان هذا تظاهرات كبديه ورئويه. الالفا 1 انتي تريبسين، التريبسين بتعرفه هو انزيم حال للبروتين. الانتي تريبسين هو انزيم يعني بنظم عمل الانزيم الحال للبروتين. فاذا غاب الانتي تريبسين بده التريبسين يصير فيه فعاليه زائده، فبصير فيه تخريب للانسجه. الانسجه الياف الكولاجين هي بروتينات بنيويه. نحن البروتينات الجسم بروتينات وظيفيه وبروتينات بنيويه. فإذا غاب الأنتي تريبسين نتيجة خلل وراثي بيصير عندنا فعالية زائدة للتريبسين. تريبسين هون مخصوص في مجموعة من الأنزيمات الحالية للبروتين، وأهم هو الإلاستاز تبع الكريات البيض. فبصير عندنا تخريب للأنسجة. أكثر الأنسجة المتأثرة يلي بينشط فيها هذا الأنزيم هن الأسناخ الرئوية والخلايا الكبدية. فالمرض بيتميز بإصابة كبدية حادة أو مزمنة مع إصابة رئوية، هاي اللي بنسميه النفاخ الرئوي أو الإنفيزيما. النفاخ يعني مرض بيشبه الربو بس آلي شوي مختلفة. إذن إصابة كبدية حادة أو مزمنة مع إصابة رئوية. النفاخ بالعادة نحن سمعانين بمرض COPD أو التهاب القصبات المزمن، عادة بنشوفه عند الأشخاص الكبار بالعمر نتيجة تدخين 15-20 سنة خرب الرئتين. فأنا لما بيجيني طفل عنده إصابة كبدية وعنده وزيز، عنده نمط إصابة بنسميه انسدادي بالفحص الرئوي بفحص الحجوم الرئوية، هون منشك بعوز الألفا 1 أنتي تريبسين. هون شكل ترسيمي كمان. إذن الأكثر شيء بينصاب الكبد والرئتين. هذا المرض ما بينصاب في غير الكبد والرئتين، بخلاف المرضين السابقين ما في إصابة بالمفاصل أو البنكرياس إلى آخره. الإصابة الكبدية تبدأ من الطفولة، ممكن تجي هجمات الأهل بيخلونا الولد صار مع أبو صفار 4-5 مرات، أكيد هذا ما هو فيروس آ، نحن نفكر بسبب آخر. وبالفحص بنشوف عنده وزيز وبنحس علامات الإصابة الصدرية. التشخيص ببساطة بدنا نعمل معايرة الألفا 1 أنتي تريبسين بالمصل، بيكون مستوى منخفض وهذا غير كافي للتشخيص. وفي اختبارات صبغية معينة خاصة بهالمرض، وأيضا خزعة الكبد مع صبغة مميزة اسمها البيريوديك أسيد شيف بتكشف لنا تراكم البروتينات الشاذة اللي هو التريبسين في الكبد. الألفا 1 أنتي تريبسين موجود كأنزيم، فهذا تعويضه بحسن الإصابة الرئوية ما بفيد الكبد. وأفضل علاج هو زرع الكبد، ولازم نعمل بمرحلة مبكرة مشان حماية الرئتين. طبعا الكبد المزروع بده يكون منتج الألفا 1 أنتي تريبسين بشكل طبيعي، فيؤدي الى شفاء كامل للحاله. بس هالكلمتين على عوز الألفا 1 أنتي تريبسين. اذا بصير عندنا حل للبروتين وتخرب للانسجه الكبديه والرئويه، وعلاجه هو زرع الكبد. امراض الكبد الوعائيه للأسف ما هي موجودة بالنقطة اللي عطيتكم إياها، بس على الأقل لازم نقرأ أو نعرف عن بودكياري. أكيد كلكم تعرفوا بودكياري اللي هي خثار بالأوردة فوق الكبد. هاي الفقرات الماي بالنقطة ما بيجي منها بالفحص، بس اقرأ أول معلش يعني لازم نكون نعرف فكرة عن كل مرض مشان المناوبات مشان الحياة العملية.
تناغر بوركياري هو انسداد بالأوردة فوق الكبد، وبالتالي بصير عندنا احتقان في الكبد، وغالبا الانسداد بيكون خطري بحالات نادرة عم نشوفه عن صغار الأطفال. على فكرة بودكياري شفت عدد منيح، يعني ما أني مرض نادر، مرض نوعا ما شائع بالممارسة وخاصة عند الأطفال. عن صغار الأطفال في حالات وراثية، في عنا حجاب أو حلقة ليفية بتكون سادة للأوردة، لكن غالبا الانسداد في بودكياري بيكون خثاري، خثار الوريد العميق بالعاده بيصير عند، يعني اذا كان عند المريض ركوده وريديه بيصير في الطرفين السفليين الدوالي، لكن ان يصير خثار باورده في البطن بالاورده فوق الكبد هذا خثار غير طبيعي، المريض بالتاكيد عنده سبب مؤهب للخثار. غالبا في بوركياري عنده احد امراض عسر تصنع النقي اللي هي كثره الحمر الحقيقيه. في عنا مجموعة من الأمراض بتاخدوها بالدم اسمها أمراض عسر تصنع النقي. كثرة الحمر الحقيقية هي حالة قبل سرطانية، يعني هذا الاعتقاد الشائع أني مريض خضابه 18 والله راسك عم يوجعك لأني خضابك 18 ولازم تتبرع بالدم، هاي من الخرافات المنتشرة للأسف ما لها أي أساس من الصحة. كثرة الحمر الحقيقية لحتى نقول في زيادة بالكريات الحمر بيكون خضاب فوق 22، الخضاب الطبيعي 14 ل 18 عند الذكور وأعلى من هيك بشوي إذا كان شخص مدخن. فكثرة الحمر الحقيقية اللي سببها نشاط غير طبيعي في تكوين كريات الحمر اللي هي مؤهبة للخثرات وحالة قبل سرطانية بيكون خضاب فوق 22، وفي إلى طفرة خاصة طفرة الجاك 2 اسمها للتشخيص. إذا الكبد عندنا وريد الباب عم يدخل على الكبد، وعندنا ثلاث أوردة رئيسية، هاي بنسميها الأوردة الكبدية أو الأوردة فوق الكبدية عم تصب على الأجوف السفلية اللي رايح على الأذين الأيمن. فبودكياري عم بصير انسداد في أحد الأوردة الثلاثة أو على مستوى الأجوف السفلي، إذا انسداد في الأوردة التي تحمل الدم من الكبد إلى الأجوف، وبالتالي بصير عندنا احتقان في الكبد. إذا كان بوركياري طور بشكل حاد، هي ممكن نشوفها حادة وممكن نشوفها مزمنة. التطور الحاد بيجي تطور صاعق جدا، يعني المريض أول يوم ألم بطني بسيط، ثاني يوم صار ألم شديد وارتفع البيليروبين إلى قيم عالية، يعني أبو صفار بين ليلة وضحاها، وممكن من خلال يوم واحد يتطور عنا حبن غزير، مثل إذا صار انسداد مفاجئ بتصريف الكبد خلال يوم تراكم عنا 10 لترات من الحبن. يعني ما في مرض ولا حتى الأورام بتسبب تشكل لسائل الحبن في البطن بسرعة الخثار الحاد في الأوردة فوق الكبدية. ممكن نشوف ارتفاع الـ SGBT للمئات أو للآلاف، يعني مئات الأضعاف. البيليروبين بيرتفع من الطبيعي إلى أرقام عالية جدا، وممكن يتطور عنا الحبن بسرعة كبيرة. إذا صار عنا تبدل في الحالة العقلية، هاي صار اسمه قصور كبد حاد أو التهاب كبد صاعق، نفس التسمية. acute liver failure أو fulminant hepatitis هي تعبير عن التهاب كبد حاد شديد جدا إلى درجة أثر على الحالة العقلية، عمل نوع من الوذمة الدماغية. أما إذا كان بودكياري خثار مزمن فبيتطور عنا بالتدريج فرط توتر وريد الباب واختلاطاته يلي رح ناخذها بالمحاضرة القادمة إن شاء الله. إذا انسداد غالبا خطري في الأوردة فوق الكبد، قد يكون حاد وقد يكون مزمن. الحاد بيكون صاعق، إمكانية تطور الحبن بسرعة كبيرة، ممكن يصير عند المريض احتشاء وتدمر لكامل الكبد خلال أيام، وممكن يصير عند المريض التهاب كبد صاعق ويموت خلال أيام. بوركياري اللي بتجي سوبر أكيوت بتكون في غاية الخطورة. هاي تمثيل للفصيص الكبدي بالمحيط المسافي البابية وبالمركز الوريد المركزي. عادة الأمراض الاحتقانية بتتنخر الخلايا في مركز الفصيص. إذا بتتذكر أول محاضرة بالكبد حكينا
ان الاكسجين بيكون اوفر في محيط الفصيص واقل في مركز الفصيص. فامراض الكبد التسمميه مثل الكحول مثل السميه الدوائيه او الخثاريه مثل بودكياري، الخلايا في مركز الفصيص بتتاثر اكثر. لحتى نشخص بودكياري كسبب للمرض الكبدي نحن بدنا نسير في طريقين، طريق لتاكيد ان فعلا في عندنا خثار بالاورده الكبديه، ودائما بدنا ندور على سبب للخثار. يعني نحن اذا كان عندنا مريض مقعد بالفرشه نايم 10 ايام شهر وصار عنده خثره في رجليه يعني مبرره، لكن ما فينا نبرر الخثار في الاورده داخل البطن بالركود الوريديه. دائما بيكون مؤهب امراض الخثار، في عندنا مجموعه من الامراض المؤهبه للخثار تاخذوها بماده امراض الدم. اشع الشيء كثره الحمر الحقيقيه، ممكن عوز البروتينات سي و اس الحاله للخثره، عوز الانتي ترومبين بيصير فعاليه زائده للترومبين، وفي مرض اسمه انتي فوسفولبيد انتي بودي سيندروم، هذا بيعمل اسقاطات عند الحوامل وبيعمل تخثرات شريانيه ووريديه. هاي امراض الكواجولوباثي او فرط الاهبه الخثاريه بتاخذوها بالتفصيل في امراض الدم. المريض اللي عنده خثار بالاورده فوق الكبد يستوجب البحث عن مرض مؤهب للخثار. كيف ما نشخص الخثار بالاورده فوق الكبديه؟ ممكن نعمل ايكو دوبلر، وممكن نعمل طبقي مالتي سلايس ونشوف الخثره ساده. مثل عندنا هالصوره، عندنا هاي الاورده الكبديه مرتسمه بلون ابيض، وهون الاجوف السفلي لونه رمادي وما طلعت عليه الماده الضليله، في عنا انسداد عندها السهم الوريد الكبدي المتوسط. فهون شخص لنا بودكياري بي، هاي صوره مالتي سلايس. العلاج نحن منا بالنسبه لمرض الاهبه الخثاريه، اذا كان ورم بده علاج كيميائي للورم حسب نوعه، إذا كان من أمراض الإهبة الخثارية بده المريض تمييع مدى الحياة بالوارفارين أو الريفاروكسابان، يعني مو بالأسبرين، بالمميعات. إذا شخصنا الخثار في المرحلة الحادة ممكن نعطي حالات الخثرة مثل دواء اسمه ستريبتوكيناز. التيبس أو الشبكة مثل هاي المرسومة عندكم، TIPS اختصار ترانس جاكيولر أو عبر الوداجي، انترا هيباتيك يعني داخل الكبد، بورتو سيستميك شنت يعني شنت أو وصلة بين وريد الباب والأجوف السفلي. هالوصلة تتجاوز الانسداد في الكبد مشان يعبر الدم من وريد الباب إلى الأجوف السفلي ويتجاوز الانسداد في الكبد ويخف الاحتقان على الكبد. هاي بنستخدمها في تشمع الكبد للمرضى يلي عندهم دوالي مري، او المرضى اللي عندهم حبن غزير يكون في عنا انسداد الطريق في الكبد فبنعمل هالوصله. اذا تيبس او تي اي بي اس ترانس جاجولار، لان القسطار عم يدخل من الاجوف العلوي في العنق، يدخل سلك القسطره من الاجوف العلوي الى القلب الى الاجوف السفلي، ويتم زرع الوصله داخل الكبد الاي انترا هيباتيك. بي اس بورتو سيستميك يعني وصله بابيه جهازيه، والاس هي شنت او وصله. اذا كان عندنا فرط توتر وريد الباب نحن بنعالج الحبن بمدرات مثل سبيرنولاكتون اساسا بمساعده الفورسيمايد، وبالاخير اذا الكبد خرب بده العلاج هو زرع الكبد. إذا بودكياري خثار بالأوردة فوق الكبدية غالبا على أرضية مرض كواجيولوباثي أو مرض إهبة خثارية، ممكن نشوفه حاد صاعق وممكن نشوفه مزمن مخاتل. لازم نأكد الخثار بالإيكو دوبلر أو بالمالتي سلايس سي تي، ونبحث عن السبب المؤهب للخثار ونعالجه بالمميع، ونعالج الحبن بالمدرات أو بزرع الشبكة داخل الكبد. خثار وريد الباب، نحن عندنا وريد الباب الكبدي يتشكل من التقاء الوريد الطحالي، هذا تحته رقم واحد،
مع الوريد المساريقي العلوي. أما الوريد المساريقي السفلي فهو يصب على الوريد الطحالي. يعني وريد الباب باختصار عم يجيب الدم من الأمعاء ومن الطحال ويحمل المواد الغذائية ونواتج الهضم إلى المعمل يلي هو الكبد. أيضا الخثار على مستوى وريد الباب هذا ما رح يعمل لنا احتقان في الكبد، يعني بدي يعمل احتقان في الأمعاء. إذا صار الخثار على مستوى وريد الباب ما بصير لحاله، دائما بدي يصير نتيجة مرض مؤهب. الخثار عن مرضى التشمع تقريبا نصف مرضى التشمع عندهم خثار في وريد الباب، لأن الطريق على الكبد في إعاقة، في انسداد، الكبد متشمع متليف قاسي، فبصير عنا اضطراب في الجريان في وريد الباب، وبالتالي الخثار شائع عند مرضى تشمع الكبد وغالبا بيتطور بشكل بطيء وتدريجي، وهون لا يجوز ولا حاجة لإعطاء المميعات. أما إذا كان في عنا مشكلة في البطن مثل أمراض الإهبة الخثارية اللي حكينا عنها، خراجة في البطن أو ورم في البطن، التهاب بنكرياس حاد، رضوض، هاي كلها ممكن تأهب إلى خثار في وريد الباب، وهذا الخثار هو ممكن يكون حاد وممكن يكون مزمن. إذا كان خثار وريد الباب ناجم عن سبب آخر غير تشمع الكبد، منعالج المرض المسبب ومنعطي مميعات. أما خثار وريد الباب بسبب تشمع الكبد لا يجوز أعطاء المميعات. هاي صورة إيكو إلى اليسار، وهون إيكو مع دوبلر، دوبلر هو تصوير ملون للشرايين، وهون السهم عم بيشخص لنا الخثرة في مستوى وريد الباب، هل ظل الرمادي الساد للوريد، وهون ما أخذ صبغة بالدوبلر، فهاي عندنا خثرة وريد الباب. يمكن بسهولة تشخيص الخثر فيه بالإيكو بدون الحاجة لطبقي. هون عاملين طبقي هو مو بس مشان يشخص وريد الباب، مشان يكشف لنا كامل أحشاء البطن. هاي الأسهم عم بتشير إلى خثار شامل لكل وريد الباب. إذا كان خثار وريد الباب مزمن مترقي يعمل لنا فرط توتر وريد الباب وحبن بكل تفاصيل الحبن اللي راح ندرسها في المحاضرة القادمة إن شاء الله. أما الخثار الحاد فبيعطي صورة شبيهة بالاحتشاء المساريقي، ألم بطني حاد وترفع حروري، ألم بطني شديد وحالي عامي سيئة. هون المريض بيحتاج إيكو، يعني الإيكو بيكشف لنا وريد الباب، لكن الطبقي بيكشف كامل أحشاء البطن إذا كان في عنا خراجة، إذا كان في عنا ورم. من نعالج المرض المسبب، وإذا كان الخثار حاد وكشفناه بالساعات الأولى ممكن نعطي حالات الخثرة ونفتح طريق وريد الباب. أما إذا كانت الخثرة مزمنة وتليفت وتعضد فالحل هو إعطاء المميعات فقط إذا كان خثار ليس بسبب تشمع الكبد. خثار وريد الباب في سياق تشمع الكبد ما له حل غير زرع الكبد. بتاخدوهم بالقلبية وبالعصبية حالات الخثرة. نحن الخثرة أول ما بتشكل بتكون عبارة عن سدادة من الصفيحات، بعدين بتجي ألياف الفبرين وبتمسك بيناتها. ففي الساعات الأولى لتشكيل الخثرة بتكون الخثرة هشة وطرية، ويمكن حلها بأدوية حالية للخثرة مثل دواء اسمه ستريبتوكاينيز، دواء اسمه التيبليز. فمثلاً مريض احتشاء العضلة القلبية معه 12 ساعة لحتى يأخذ إبرة ستريبتو، لكن بعد أكثر من 12 ساعة بيتشكل غطاء فوق الخثرة ومقولة تعضت الخثرة وما عاد يمكن أن تتدوى بحالات الخثرة. فالدواء هو مميعات مثل الوارفارين أو الأدوية الأحدث من الوارفارين مثل دواء اسمه ريفاروكسابان أو دابيجاكران. فإذا لقطنا حالات الخثار في الساعات الأولى بنعطي حالات الخثرة، بس تأخرنا الحل هو المميعات. أما الأسبرين فاسمه مضاد التصاق صفيحات، يعني بالعامية بنقول له مميع لكن هو مضاد التصاق صفيحات وليس مميع، أنتي بليتليت. طيب المرض الأخير ما نحكي عنه كام كلمة، سلايد واحد بس،
فينو اوكلوسيف هيباتيك ديزيز، هذا ذكرنا بس مشان اذا شفتوه بتشخيص تفريقي او شيء نكون سمعانين عنه. هذا له اسم ثاني سينو سويدال اوبستراكشن سيندروم او متلازمه انسداد اشباه الجيوب الكبديه. شايفين هالصوره النسيجيه؟ ما في اشباه جيوب كبديه خالص، مسدوده بالكامل. المرض نادر جدا، بنشوفه غالبا في سياق زرع الاعضاء او كتاثير جانبي للعلاج الكيميائي للاورام. بصير في عنا انسداد خثر ليفي على مستوى اشباه الجيوب الكبديه، ممكن يتطور بشكل حاد او مزمن، والتشخيص يعني شك سريري ان مريض عمل زرع كليه مثلا او زرع نقي عظم، او مريض عنده ورم بلش ياخذ علاج كيميائي فبلشت ترتفع ارقام الكبد بشكل مترقي، شك سريري مع خزعه الكبد بيتم التشخيص. العلاج بنعطي مميعات لان في جزء من الانسداد خثري، ومنحاول ايقاف الدواء المتهم. اما اذا كان ثانوي لزرع عضو فيعني غالبا بينتهي بفشل كبد ويحتاج المريض الى زرع كبد ايضا. وهي اهم الكلام عن امراض الكبد الوعائيه. شكرا لاستماعكم ويعطيكم العافيه. في عندنا فقرات صغيره بامراض الكبد ما اخذناها، مثل خراجه الكبد، مثل اورام الكبد السليمه، امراض الكبد عند الحمل، هاي كلها فقرات صغيره ما هي موجوده بالنوت عندكم، فممكن نحكي عنها محاضره بس بالاخير بعد ما نامن انه خلصنا المنهاج. المحاضره الجايه ان شاء الله على التشمع، واللي بعدها على المراره، ونكون خلصنا المقرر المطلوب منكم ان شاء الله. ان شاء الله دكتور، ان شاء الله. الله يعطيك الف عافيه يا رب، يجزيك الخير. الله يسلمك يا رب. في اسئله بتصور سهله محاضره اليوم، صحيح امراض كثيره بس يعني ما فيها كلام كثير. ايه سهله. نعم دكتورنا، بس مثل ما اتفقنا التنازل بودكيري ما مطلوب مننا، المطلوب بس انه طلع عندكم. ان شاء الله ان شاء الله دكتورنا. يعني هل كام كلمة زيادة بالسلايدات إذا بتكتبوها ملاحظات على النوتة؟